السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم الحاجات اللي إحنا لازم نهتم بيها إن الموديل يكون طالع بجودة عالية، فعشان كده بنعمل أكتر من تشيك. فده جدول مثلا ممكن تحطه في البيم اكشن بلان، أو ممكن تحطه في تنظيم الشغل بتاعك إن أنت تعمل فيجوال تشيك. يعني تبدأ تمشي بعينيك كده في قلب الموديل، تبدأ تشوف لو في أي غلطات، بتبدأ تبعت ومين المسؤول عن الموضوع دوت، وأنهي البرنامج اللي إحنا هنشتغل بيه. وده هيبقى كل دي مثلا كل أسبوع باستخدام الريفت والسيفل 3D نبدأ نعمل فحص ده. وبعد كده عندنا فحص آخر انترفيس تشيك، اللي هو ان انت بتدخل الموديل بتاعك على برنامج من برامج زي النفس وركس، وهو يبدأ يقول لك فين الكلاشات اللي موجودة. يبقى تركيزنا هنا على الكلاشات. وفي عندي ستاندرد تشيك، نبدأ نتأكد ان كل الناس ماشية بنفس الأسامي اللي احنا متفقين عليها، سواء في الريفت، في الأوتوكاد، الأسامي والأسامي الليارات، أسامي الملفات وهكذا. وفي موديل انتجريتي داتا تشيك، بنبدأ نعمل حاجة اسمها كيو اي كيو سي، بنبدأ نحط قواعد ونبدأ نمشي عليها ونتأكد إن كل المعلومات الخاصة بالبروجكت فاسيلتي داتا موجودة ومتوضحة ومفيش فيها أي دبليكيت. ودي ممكن نعملها مثلا كل أسبوع مثلا.